وفي ذات السياق أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تنكيس الأعلام في القطاعين العام والخاص وفي سفارات الدولة في الخارج اعتبارا من اليوم الجمعة ولمدة 3 أيام حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة. وقال ديوان الرئاسة في بيان أصدره إن تنكيس الأعلام سيكون ل3 أيام لينتهي يوم الاثنين المقبل 12 سبتمبر الجاري. وعرب الديوان عن خالص التعازي إلى الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والعائلة المالكة وإلى الشعب البريطاني الصديق في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.